تعرفوا لي قصة مكس وضحى؟ صارت في قصة زيهم بالضبط بس بنوع آخر، قصة زاهر ومايا. راح تقولوا الاثنين هذول إيش سووا في قصتهم اللي بتشبه قصة مكس وضحى؟ راح أقول لك إن زاهر حاب تقدم لمايا وسحبت عليه. الله بركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد وفيديو جديد. مقطعنا اليوم راح نتمسخر فيه، وبصراحة أنا بحس الإنسان هو اللي جاب المسخرة لحاله، إن الإشي اللي سواه مو بعاداتنا ولا بتقاليدنا ولا في ديننا. عشان عايش في إيطاليا فكر نفسه خلص أنا راح عايش في إيطاليا راح أسوي زيهم. ينزل على ركبه، تفضلي تتزوجيني. ما عندنا الكلام هذا احنا كعرب، بس هو شكله نسى حاله. اكيد انتم متشتتين انا عن ايش بتكلم. انا راح اوريكم فيديوهات واوريكم كل شيء. زاهر يوتيوبر سوري قرر انه يتقدم لخطبه بنت. راح تقول لي يا سلام يا مكتشف الكون انت، ايش يعني؟ راح اقول لك لا، قرر يتقدم ليها بطريقه ايطاليه. خلينا نشوف احنا ونتمسخر وخلاص. زي ما احنا شايفين، حاط قلب وحاط ورد وحاطها وقاعدة على الكرسي، هي ما بتعرف ايش اللي بيصير وراها. يا حرام، هني هو قاعد يتكلم معها، يعني هي وهي قاعدة مش عارفة ايش بيصير وراها. ما انتبهت للجمهور الكبير اللي حولاها، ما انتبهت للجمهور الكبير، هو وفكت هذا وقالت انا احا ايش بيصير، اكيد راح اشوف ايش الناس اللي متجمعين حواليها هذول، مش متجمعين على الفاضي. لا، هي حاطة ايد على ايد كذا تمام وقاعدة ولا إشي على بالها. يعني انت غبية لهالدرجة؟ يعني ايش ام التمثيل اللي انت فيه؟ يعني معقول كل الناس حواليك هذا؟ يعني انا لو مكانها وشالوا عني هذه، اول ما يشيلوا عني هذه راح ايش الناس هذول؟ ايش الناس هذول؟ وشوف وش وراي، ايش الناس هذول؟ لا، هي قاعده وهاديه وتمسح في عيونها ومش عارف ايش، ولا كان في شيء صار، والواقف قدامها هذا على اساس انه بيرسمها ويوريها الرسمه، وهي مش داريه ايش بيصير وراها. يلعن ام التمثيل. يا غبي يا غبي، انت ايش ودك بالبنت تسوي؟ يعني انت تخيل اهل البنت يدروا ان بنتها انخطبت على السوشيال ميديا وما يكونوا داريين. يا حمار يا ثور، احنا كعرب بنختلف عن الاجانب. احنا كعرب تخيل ابو البنت يدري من السوشيال ميديا انه بنت انخطبت، تخيل بس ايش شعوره في الوقت في اللحظه هذه، ايش شعور الخذلان من بنته. فانت شكل مخك ماكل تبن تمام. خلينا نشوف البنت ايش قالت له لما هو تقدم ليها. البنت سحبت عليه، سبحان الله. لما البنت غادرت يعني اتجهت له اللي بيصور على طول، لازم تعدي من جنبه، سبحان الله. يعني الله الله، بعدين هو حاط كاميرات تصوير في كل زاوية، كل زاوية في المكان. يا حرام، ضل قاعد زين، الناس راح توسي. صار مسخرة قدم الناس، والله انه صار مسخرة. يا ثور يا حمار، يعني انت متوقع انها تقبل قدام الناس هذول كلهم؟ يعني انت متخيل ان ابوها يدري من السوشيال ميديا ان بنته خطبت؟ هذا اللي انت سويته شيء خاص بالاجانب. الاجانب عندهم عادات غير عاداتنا، عندهم تقاليد غير تقاليدنا في ايطاليا. يمكن انت لو رحت لابو البنت وتقدمت ليها في البيت اكيد راح تقبل، اكيد راح تقبل، وهي قالت هذا الشيء. الحين اوريكم المقطع الثاني، والناس قاعده توسي يا حرام. كذب معفن. مشيت. ليش رفضت؟ ليش مشيت؟ طبعا كلكم بتكون تعرفوا انا اللي هحكي ليش. انا رفضت ومشيت لانه اصلا زاهر مش طالبني من اهلي. ليش رفضت ومشيت؟ لان زاهر مش طالبها من اهلها. اقسم بالله، يعني الكلام اللي بتقوله هذا ذهب ذهب. مو حاكين بهيك موضوع، فجاه كله صار. فانتم منطقيا حطوا حالكم محلي، انا بنت عربيه بالنهايه، وفي شيء عندنا اسمه عادات وتقاليد. ما فيني وافق على شاب هيك من الشارع اجى تقدمني وافق معه خلاص يلا نحن خطبنا، خلي اهلي يعرفوا هذا الشيء من الانترنت. يعني قد ما كانوا أهلي مناح معي وقد وقد وقد، مفروض أني أنا أحترمهم ويكون عندهم علم بكل القصص. شفت بالله الكلام الذهب هذا؟ يعني الثور هذاك متقدم ليها قدام مليون واحد ودها تقبل. اكيد لو انت رحت لاهلها وخطبتها بعدين سويت لنا الدوشه هذه كان احسن. اقسم بالله يا اخي، مش عارف مخه فيه تبن، مش عارف ايش قصته هذا. يسوي زي الاجانب يقعد يركبوا
قدام الناس. يا غبي والله انك غبي. المهم انا ما بعرف ليش قد العالم لعمتني قد هي عميدوا علي وعم يسبوني وليه 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 وليه. وضحت لكم اول سوا وهو عدد تقليد يعني ما فيني اعمل لك شيء بدون ما اخذ راي اهلي فيه، حتى انه هو ما فيه اصلا يتقدم لي بالشارع ما يروح يحكي مع اهلي هيك بظن، ولا انتم بتقول غير هيك؟ الله يكفو على البنت، اقسم بالله انها كفو عليها من هذا للصبح. كيف يتقدم لها الشارع غير بعلم اهلها؟ اهلها ويقعد مع ابوها وابوها يوافق وهي توافق وبعدين يسوي لنا الشوشره هذه. اصلا الشوشره هذه مش موجوده عندنا كعرب وكتقاليد وعادات عربيه، فهمتوا كيف؟ عربيه سياره يعني. شوفوا يا اخوان، في ناس على اليوتيوب بتقول انه زاهر ومايا كانوا بيمثلوا وكان تمثيل وكل هذا كذب. الصراحه اللي انا بتوقعه ما كان تمثيل ولا كان كذب، بس هو تقدم للبنت بطريقه غلط، طريقه ما تليق فيها كبنت عربية، ولازم تاخذ رأي أبوها ولازم هو يقعد مع أبوها ويتكلموا في الموضوع. محنا زي الأجانب إخوان، إحنا زي الأجانب، مش كل شيء بيصير عند الأجانب نجي ونسويه عندنا. أحا إيش كمية الغباء هذه اللي عندك؟ يعني أنت معقولة يعني هي توافق عليك قدام الناس كلها وتخطب وترجع للبيت وتقول لأبوها أنا خطبت؟ أنت غبي للدرجة هذه يا أخي. المهم بعد 12 يوم فتحوا لايف وقعدوا يتكلموا مع بعض، خلينا نشوف كلامهم في اللايف. أقسم بالله يا إخوان أنا بحس البني آدم هذا غبي غبي. شو بدك انت؟ لو بدك توصل ما عم بفهم. انا اللي طلبتك ولا انت اللي طلبتيني؟ انا اللي طلبتك. انت شو بدك في مايكس وعبسي؟ مين ابي مايكس ولا عبسي ولا اخواتي الكبار ولا عمامي ولا مين هن؟ مين هن؟ بس فهمني مين هن؟ مع كل احترام لهم هن حدا من اهلي يعني؟ ما فهمه. طب انت يا اخي البنت هذه بتقول كلام سليم، كل كلامها سليم. اللي ما بيعرف انه زاهر هذا طالب ميكس وعبسي عشان يجوا يصالحوهم على بعض، يصالحوا مايا وزاهر مع بعض. فالبنت بتقول لي يعني مين ميكس وعبسي؟ مين يعني؟ مين بلا مين؟ هم حد من اهلي، هم اخواتي وانا من اداري عشان يصلحوك. بدك تصالحني؟ روح لاهلي يا بني ادم. انت عايش باوروبا قسما بالله انك حمار. هذا البني ادم عايش في ايطاليا، نسي العادات ونسي التقاليد العربية ونسي كل شيء شكله. ما عندك شغل ولا عمل الا تتابع بس يعني ولا شلون؟ شو؟ انت ما عندك شغل ولا عمل الا تتابع بس ولا شلون؟ لا بس العالم كلها عم تكتب لي بده مايكس، شو بدك بمايكس انت؟ يعني حتى هو متخلف رد عليها رد ابن الذين، رد عليها رد تافه، مو عارف ايش يرد. يعني ايش في انت بتتابعي بثي؟ ما وراك شغل ولا عمل الا تتابعي بثي ولا شلون؟ انت شو بدك بمايكس؟ شو صاحبي؟ شو صاحبي وانا عم بدي احكي كلمتين. ايه شو بدك بقصتي انت؟ ليش عم ترجع تفتحها قصتي؟ ليش عم ترجع تفتحها؟ ما مليت؟ ما دخلك انت ومايا 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 وجيب مايكس جيب مايكس؟ ما مليت؟ ثواني. طيب اول شغله استغفر الله العظيم، اول شغله ما حدا يبعث لي بطيخ طلبات، ما حدا يبعث لي طلبات، اختصر. ما حدا يبعث بطيخ يا اخي، مشرفين سكروا. شلون بدي اسكر البطيخ هلا؟ انا رايق للطلبات وللجولات. هلا لا طلبات جولات، هلا معصب المعصب معصب الرجال خلاص. هلا انا فاضي مش والله انك غبي يا ابن الحلال، انت غبي ما بتفهم. يعني هي رفضتك قدام كل العالم، ايش ودك بالبنت بعد كذا؟ خلص هي رفضتك، ليش بتضلك تجري وراها؟ ليش ودك تسمع منها كلام؟ خلص البنت رفضتك وطنشتك وراحت عنك، انت ليش بتضلك تفتح في الموضوع؟ ليش ليش؟ قول لي ليش. المهم وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. قسما بالله انا مصور الفيديو وانا لسه صاحي من النوم، حتى وجهي منفخ، فهمتوا كيف؟ ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس تمام عشان يصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.